زي المعتاد خلينا نبدا مع بعض باهم الاحداث. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى جوله تفقديه بالعاصمه الاداريه الجديده امبارح، وزار خلالها الاكاديميه العسكريه المصريه بمقر القياده الاستراتيجيه بالكيان العسكري، وعاين سياده الرئيس السيسي خلال الجوله مبنى قياده الاكاديميه، وتفقد سيادته صالات الرياضه المجهزه باحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنيه لطلبه الاكاديميه، وكذلك مبنى اقامه الطلاب والمباني التعليميه ومبنى محاكاة الرماية ومباني الشؤون الإدارية. كمان امبارح استقبل الرئيس رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة. خلال اللقاء أكد الرئيس المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، زار خلالها الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري، وعاين الرئيس السيسي خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، وتفقد سيادته صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية، وأيضاً مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبنى محاكاة الرماية، فضلاً عن مباني الشؤون الإدارية. وناقش الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية في ظروف إقامتهم الأكاديمية العسكرية واستمع لآرائهم، كما أثنى الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية، مؤكداً حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل اللي بيتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توفرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وده بحضور الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس وزراء البحرين وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. خلال اللقاء أكد الرئيس السيسي المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلاً عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي. امبارح غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي متوجهاً للرياض للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي بتستضيف المملكة العربية السعودية على مدار يومين 28 و29 إبريل الجاري. بيتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء إلى جانب حضوره عدد من جلسات المنتدى عقد بعض اللقاءات والاجتماعات، وبيأتي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية. ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وشددت على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، وبيتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية، وده للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية. وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية واللي بتضم أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمال القطاع.
وشهدت سماء غزة إسقاط يومي لعشرات الأطنان من الاحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوي الممتد منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية اللي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعاليتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري. وقامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة في البطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وعبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.